اكيد هتبقى عن استعدادات وتجهيزات اللي بيقوم بيها الجهاز الفني للاهلي خلال اليومين الجايين استعدادا لمباراه الاهلي امام فتا كلوب الكونغولي في الجوله الثالثه لدور المجموعات هنا بدوري ابطال افريقيا. المباراة المقرر إقامتها هيكون يوم 6 مارس الجاري بإذن الله، وأعتقد أن هي مباراة في غاية الأهمية، والأهم أننا دايماً كمان بنتكلم عن الرغبة في الفوز، خلاص بنطوي صفحات الفوز اللي فات بكل ما يحمل يعني، وعايزين نتطلع فيما هو قادم زي ما بنقول دايماً هو ده أو هي دي سياسة النادي الأهلي، بنتعلم برضو من الدروس ومن أي سلبيات بتواجهنا، وبنقول أن الأهلي دايماً عايز يحقق الفوز، ويمكن ده العهد أو عهد النادي الأهلي اللي دايماً موجود مع الجماهير. هو عهد بالنصر الدائم، انتصار وراء انتصار، الاهلي باذن الله هيسعى للعشره وهيبقى كمان في تحسن وقوه في الاداء. تمام، وطبعا اكيد كلنا ثقه في فريقنا وفي الجهاز الفني. هنبتدي مع حضراتكم باخبار فريق النادي الاهلي. النهارده بيتسو موسيماني قرر منح اللاعبين راحه سلبيه من التدريبات، وهيستأنف الفريق ان شاء الله تدريباته بكره الساعه 3 العصر. من ضمن الاستعدادات دي متابعه اللاعبين اللي تعرضوا لشويه اصابات في الفتره اللي فاتت، عشان كده بيتسو موسيماني تقريبا بشكل يومي بيعقد اجتماعات مع الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق ليطمئن على حاله اللاعبين المصابين قبل انطلاق اي تمرين. حصل موسيماني خلال اجتماع الامس على تقرير شامل عن حالة كل اللاعبين المصابين، وكمان عن البرامج التدريبية الخاصة بكل واحد فيهم على حدة، وموعد عودتهم إن شاء الله للتدريبات الجماعية مرة تانية. نطمنكم برضو على اللاعبين وعلى الفريق كمان من خلال الخبر اللي جاي. امبارح هم ادوا تدريبات استشفائيه في الجيم ده، فضلا عن بعض التدريبات الجري كمان كانت حول الملعب. محمد هاني ادى تدريبات منفرده في الجيم وجلسه علاج طبيعي، ده كان على هامش المران الجماعي للفريق. هاني كان عنده شكوى زي ما احنا كلنا عارفين من كدمه كانت في العضله الاماميه، تعرض ليها في مباراه طلائع الجيش كان يوم الحد اللي فات، وان شاء الله هينتظم في التدريبات الجماعيه للفريق بإذن الله بكرة. محمود كمال متولي مدافع الفريق شارك في جزء من تدريبات الكرة مع بداية المران الجماعي للفريق، ده كان ضمن البرنامج التأهيلي بعد جراحة الرباط الصليبي اللي بعدته الفترة الماضية زي ما كلنا عارفين. بالنسبة بقى لمحمد الشناوي، يعني اداله راحة سلبية هنا امبارح من التدريبات بسبب الشكوى اللي كانت عنده من الكدمة اللي اتعرض ليها في مباراة طلائع الجيش. ان شاء الله نجمنا هيرجع للتدريبات بكرة، يعني بنطمن حضراتكم بإذن الله ما فيش اي غيابات هتكون موجودة.